مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من منطقة درب كبير، استنفار أمني كبير. السلطات الأمنية والمحلية والوقاية المدنية بسبب هذا المنزل اللي راب واللي خلف ثلاثة ديال الجرحى، ثلاثة ديال الضحايا. وبطبيعة الحال كان تفاعل سريع ديال السلطات الأمنية اللي اتصلوا بالوقاية المدنية وجات بسرعة، وتم نقل المصابين إلى المستعجلات من أجل تلقي الإسعافات الأولية. لحدود الساعة المعطيات اللي عندنا هي ثلاثة ديال الإصابات. كما كتشوفوا معنا أن الوقاية المدنية راهم داخلين لهذا البيت المجاور باش يشوفوا واش حتى هو كيشكل خطر على الساكنة، يعني يشوفوا المخاطر اللي كيتعرضوا لها رجال الوقاية المدنية ولا السلطات الأمنية. يعني هنا غادي يحاولوا يدخلوا يشوفوا المنزل المجاور واش حتى هو كيشكل خطر على الساكنة اللي فيه، لأن هاد التساقطات المطرية الخفيفة هي اللي كتبين لنا الخطورة ديال هاد المنازل اللي كتكون قايلة للسوق. حسب المعلومات اللي توصلنا بها ان هذا البيت هذا السلطات ما كانتش عالمه الناس، يعني ما كانش منزل قايل للسقوط، كانوا الناس ساكنين فيه عادي تحت منه صناك ديال الحوت. ولكن فجاه بسبب هاد التساقطات المطريه راب وطاح منه واحد الجزء كبير وادى الاصابات ثلاثه ديال الاشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. لأن مشاهدينا الكرام، استنفار أمني كبير. كنبغيو نشكروا بطبيعة الحال السلطات الأمنية، القوات المساعدة، السلطة المحلية اللي متواجدين هنا بعين المكان، الوقاية المدنية واللي في هذه اللحظات راهم داخلين المنزل المجاور باش يشوفوا ما إذا كان حتى هو تيشكل خطورة على الساكنة اللي فيه ويقوموا بالإخلاء ديالو إذا كان كيشكل. دابا السؤال المطروح، إذا تم إخلاء البيت المجاور فين غيمشيو هاد الساكنة يسكنوا اليوم؟ هاد الناس هادو اللي غيخرجوا من الدار فين غينعسوا؟ واش غادي يعوضوهم؟ واش غيشدوا لهم أوتيل؟ ولا حتى هما غيباتوا في الزنقة بحال كيف ما كنشوفوا هاد النوع من الحوادث اللي كيوقعوا؟ على أي الحمد لله على لطف الله ما كاينش وفيات، بل فقط جرحى. ثلاثة الأشخاص عندهم جروح متفاوتة تم نقلهم على وجه السرعة المستعجلات من أجل تلقي الإسعافات الأولية. زكريا جواد، إعادة الرحية، إعادة الرحية جواد. هذا المشكل ديال المنازل أيضا السقوط راه مشكل خطير جدا، وخاص الأخذ ديالو بعين الاعتبار. ورحنا شفنا أشنو وقع في المدينة القديمة، شفنا أشنو وقع في عدة أحياء اللي المنازل فيها قديمة. وياه كيت اللي جات فيه للأسف الشديد، كيت اللي جات فيه ما كذبتيش. إذن استنفار أمني كبير، السلطات الأمنية راه دايرة الخدمة ديالها، الوقاية المدنية كذلك، قوة المساعدة، السلطة المحلية، رجال الأمن، كل شيء داير خدمته على أكمل وجه. دابا أنا معاك. Thank you.
هذا المول نقولوش دخل.